إذن ينضم إلينا من مراكش عبر الهاتف محمد أحنقرة عضو جمعية أجرمان للتنمية والتضامن. أهلا بك معنا سيد محمد. يعني تصف لنا الوضع، يعني آخر المعلومات لديك حول عمليات انتشال الجثث وأيضا الجرحى والمصابين، وما الذي رأيته حتى الآن؟ ممكن إعادة السؤال من فضلك؟ لم أسمعك. طيب جيدا. هل تسمعني الآن؟ لا أسمعك الآن. أسمعك طيب. الآن أريد فقط أن يعني أستطلع منك من حيث تواجدك الآن، أنت في مراكش، ربما تصف لنا الأوضاع من هناك، حجم الضرر، المصابين، القتلى حتى الآن، كيف تصف لنا ما تراه؟ الذي نراه هنا الناس هنا مكرسين بزاف، وسميتو الحاله يرتلعها، وان القتلى، وان سميتو المهم حاله يرتلع. الناس هنا في حاله خطيره جدا، وهناك ضحايا، هناك سميتو منازل منهاره على البهائم، على البقر، على المؤونه عند الناس، على كل يوجد الذي كله عند الناس. طيب نعم. يعني نعم. طيب سيد محمد، مع هذه الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتحديدا مراكش، ما الذي تجد أن هذه المنطقة الآن بحاجة له، وخصوصا يعني أنت عضو في جمعية ربما للتنمية والتضامن، ربما تعلم ما هي الاحتياجات التي تحتاجها تلك المنطقة بعد هذه الكارثة؟ نعم، المطلوب هنا عند الناس هو الخيام هي ضرورية لتجنب الناس الشمس والشتاء والبرد على الأطفال الصغار والنساء، وتعويض الناس عن المنازل والأكل. الآن الحاجة الآن هي الآن الأكل والخيام. مثل ما فيه هناك أحد من مواطنينا القاطن بدوار إغرمان جمعة أداسير قيادات أسيف المال، الأخت هنا، المطلوب الحاجة الوحيدة المطلوب هو الأكل ومكان للمبيت للأطفال الصغار والنساء والرجال الشيوخ والشباب. هناك ناس لم تمتلك أي شيء بهذه المنطقة، الكل مهدوم والكل في حالة يرتلها. يعني الآن في هذه المنطقة سيد محمد لا يوجد خيام، هذه ما تحتاجونها، الخيام، الغذاء. الغذاء نعم، حتى نعم الآن. الأخت الحن، الحاجة الأولويات هما المكان للمبيت للنساء والشيوخ والأكل. ولكن هناك السلطة المحلية والجماعة والقيادة قامت بمجهود رائع وبمجهود مكافئ لجميع الدواوير، ولكن هناك ما كان الضحايا بالكثرة وبالجملة، وهناك الدواوير بجانبنا لقد توصلوا بالخيام في هذه الأثناء، ولكن لم تكتفي بالنسبة للمناطق، لم تكن بالكفاية بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للضحايا. حيث هنا الزلزال نتواجد الآن عن مكان بعشرة قريب بعشرة أمتار بمكان بؤرة الزلزال. وبالنسبة للسكان القوت اليومي ديالهم كل شيء مهدوم وكل شيء في حالة يرسلها، والآن بعض الشباب وبعض المحسنين هم الذين يقومون ب طيب سيد محمد، هل هنالك أي رسالة تود أن تقوم بإرسالها عبر المشهد؟ من الإثارة الأخت نتمنى من جميع من السلطة المحلية ومن المملكة المغربية ومن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يراسل الجهة المسؤولة عن جماعة أداسي قيادة أسيف المال. هناك دوار إغرمان ودوار تيخ ودوار جهولة هما حاجة أولوية لمكان المبيت، بالنسبة لمكان المبيت حاجة أولوية، لأن يومين متتاليين هناك النساء والشباب والشيوخ، المبيت
خارج الديار خارج الدوار، بعد ما كان بعد عن الدوار ب 10 كيلومترات في المكان في البرد القارس. هنا اجواء بارده عندنا هنا بالمملكه المغربيه في المناطق الجبليه، هناك اجواء بارده، الاطفال يتضررون من البرد ومن الشمس بالنهار. المطلوب الان هو المبيت للنساء والخيام، المبيت للنساء وللاطفال والاكل. طيب يعني سيد محمد، هل يصعب يعني التواصل مع أي جهة يعني لتوفير لكم هذه المؤن والأغذية والأدوية وغيرها؟ نعم الأخت، أن ترسلنا عملة شيشاوا، رئيس أن ترسلنا عامل عملة شيشاوا هو المسؤول المباشر عن المنطقة، والعامل سيرسل سعادة القائد اللي هو قائد قيادة أسف المال، هو المسؤول عن هذه الجهة، هو الذي سيقوم بواجبه. أشكرك سيد محمد، كنت معنا من مراكش، وطبعا نتمنى لكم السلامة وأن تصل هذه الرسالة لتصلكم كل ما تحتاجونه. شكرا لك.